هي ثقافة انحراف، ثقافة عدم تقبل الآخر، محاولة لتحليل هذا الآخر وإباحة دمه سياسيا اقتصاديا فكريا، عدم احترامه على المستوى السياسي الاقتصادي الفكري، فدائم بنشر العنف وبنشر الفزع خلال المجتمع. تمام. طيب ثقافة الإرهاب دي هل يعني مترسخة أو بينظر إليها أنها موجودة في المجتمع العربي والإسلامي، ولا ربما بنرى أيضا ثقافة الإرهاب دي موجودة في بعض المجتمعات الغربية أو المجتمعات الأخرى في العالم بصفة عامة؟ على فكرة هي موجودة أساسا في جميع المجتمعات منذ الصغر يعني، بس هو كان دايما احنا بنقول كلمة الإرهاب كمفهوم، لكن هي ثقافة اللي هي مجموعة أساليب حياة، مجموعة أسس مرتبطة بثقافة إرهاب عقلي فكري، بعد كده عندي ثقافة إرهاب أخلاقي، بعدين عندي ثقافة إرهاب جسدي، فدي موجودة عندنا من زمان جدا، بس إحنا ما كناش عارفين نقسم المفهوم بالضبط. فأنا دلوقتي لو عندي ثقافة إرهاب فكري وعقلي وده بيمارس بنسبة كبيرة جدا، معناها إيه؟ معناها أنا ما بحترمش رأي الآخر، بحاول أن أسيطر على فكره، بعمل نوع من أنواع تقييد الفكر والعقل، بحاول أسلب حريته وإرادته، وده بيطبق داخل الأسرة، بيطبق داخل المؤسسات، بيطبق في ممكن في العمل، بيطبق داخل مصر وخارج مصر، يعني مش مرتبط بس داخل دولة معينة. تمام. طيب دكتورة نسرين، شخصية الإرهابي بصفة عامة من خلال هل تطرقت في بحثك إلى كيف ينشأ الإرهابي، كيف يكون بيننا أو في وسط الأسرة أو وسط المجتمع شخص إرهابي موجود معنا؟ بالضبط. احنا انا بصيت على تحليل عقلية الإرهابي، هو فكره بيمشي ازاي، فوصلنا ان الإرهابي مش من يوم وليلة بيبقى إرهابي. تمام. هو في مجموعة عوامل بتساعده ان هو يبقى إرهابي، منها ان هو دايما بيبقى مفتقد للحنان والعاطفة منذ الصغر، دايما بيبقى منبوذ في المجتمع لأي اسباب اقتصادية، اسباب سياسية، اي اسباب، فهو بيحس دايما ان هو منعزل، فبيحاول ان هو يدور على اي جماعة يلتصق فيها، جماعة تحاول تحسسه ان هو له شأن، له دور في المجتمع، بتحاول تقنعه ان انت لما هتشترك معانا في العمليات الآتية دي هيبقى ليك دور في المجتمع، انت بتنفذ شريعة الله، فبيحس ان هو مهم، فبيبدأ ان هو يتناول يبدأ يقتنع بالثقافة ديت، وبتبدأ ان هي تمسك بيها وبتنغرس فيه. فإذا احنا من الصغر لو احنا بدأنا ان احنا لو حسينا ان في طفل عندنا منعزل مثلا، او في طفل عنده مشاكل، لو احتويناه هنقدر نقضي على المواضيع دي بشكل كبير جدا. تمام. طيب ليه تهم بتوجه الى المجتمعات العربية ان الشخص الارهابي دوت او البيئة العربية مهيئة لنمو شخص ارهابي مقارنة بالنسبة اللي ربما تنمو في بعض المجتمعات الاخرى؟ خلينا يعني نكون صراحة وما نزعلش، ان في الدول العربية نسبة الفقر عندنا عالية شوية، المشاكل الاقتصادية عالية بشكل كامل. في الدول الخارجية بيبقى عندهم نظام تأمين اجتماعي، تأمين صحي، ده بيساعد الفرد ان هو يعيش حياة كريمة نوعا ما، فالمشاكل الاقتصادية بتبقى موجودة بس بنسبة اقل مننا. تمام كده. فانت عندك الفقر من اكتر الاسباب اللي هي بتساعد على نمو الجماعات الارهابيه، لان هم بيدخلوا اللي هم بيجندوهم من خلال الزاويه دي، بياخد مبلغ كويس وفي نفس الوقت بيكون له دور في المجتمع، هو شايف ان هو له دور، تمام، بينفذ مهمه معينه. تمام. فهو لو هو اوريدي بيشتغل شغل هو بيحبه، اتعلم كويس، عايش حياه مستقره اسريا، بنسبه كبيره عمره ما هينجرف للطيارات الارهابيه. تمام. طب حضرتك اجريتي بحوث سواء على عينات من الخارج المجتمعات العربيه بترصد هذه الظاهره او رؤيتها لهذه الظاهره؟ أنا في رسالة الدكتوراه أجريت بحث عن ثقافة السلام ورؤية المجتمعات الألمانية لثقافة السلام، فكان وجهة نظرهم أن ثقافة السلام هو مفهوم طبعا يحترم بس لا يتم تطبيقه، مش في الدول العربية، مش في جميع الدول مش بيطبق بنفس الأسلوب، لكن رؤيتهم للعالم العربي أنه مش عالم إرهابي. يعني دي كانت مفاجأة بالنسبة لي، ان هما شايفين ان العالم العربي لا عالم سلمي، لكن تطرف البعض منهم هو اللي بيسيء للمجتمعات العربية، وان عندنا مشكلة ان ما عندناش تربية المواطن على ثقافة ان هو يكون مواطن عنده ديمقراطية، عنده حق سياسي في التعبير عن رأيه، فحصل عندنا نوع من انواع الفوضى، هو ده اللي هو مخلي دايما الدول العربية تتحقق في نطاق ايه، ان هم الاساس الارهاب او هم اللي دايما بيبقوا مصدر للارهاب. تمام. لكن هم مقتنعين ان احنا مجتمع سلمي فعلا مش مجتمع عنيف. تمام. العينه اللي حضرتك اجريت عليها البحث او الدراسه دي في المجتمع الالماني، هل كانت بتستهدف شريحه معينه ولا
مختلف الشرائح في المجتمع الالماني. لا انا كنت مستهدفه الاعلاميين الالمان، صحفيين، مذيعين، الناس اللي شغاله في الميديا، عشان هم وقيتهم هتبقى اكتر صدقا من الاشخاص اللي هم الالمان، لان هم بيتعرضوا للاخبار، هم اللي بيحللوا الاخبار، هم بيحرروها، هم المرتبطين اكتر برؤيتنا احنا هنا، هم اللي بيعبروا عنها. فحبيت ان انا اشوف وجهه نظرهم بالنسبه لنا ايه. تمام، زي ما قلت لحضرتك لقيت وجهه النظر كويسه جدا، يا ريت احنا نشتغل عليها، ان احنا فعلا يا جماعه لا احنا مش ارهابيين ولا صورتنا صوره ارهابيه، احنا معروف علينا ان احنا مجتمع سلمي، لكن معروف ان احنا عندنا جزء مننا متطرف هو اللي بيسيء لينا. تمام، المفروض اي مؤتمر بيكون له عدد من التوصيات، اهم التوصيات اللي خرج بها مؤتمر الاعلام العربي ومواجهه الارهاب وضوابط واخلاقيات الممارسه. ممكن اقول سريعا ان لازم يكون عندي استراتيجيه لمكافحه الارهاب، استراتيجيه اعلاميه لازم وبشكل كبير. استراتيجيه اعلاميه بمعنى ايه يا فندم؟ يعني لازم نحط اسس واساليب تمشي عليها وسائل الاعلام كلها في تناولها للقضايا الارهابيه. يعني ممكن نتكلم في قضيه صغيره، لو هنتكلم عن تنظيم مثلا داعش، مش معنى ان انا يطلع لي فيديو مثلا على اليوتيوب مثلا يتعدى مشاهدته 5000 مشاهد، ان انا ابدا اتناوله على جميع القنوات الاخباريه بشكل مستفيض، فيوصل عندي دلوقتي مش هقول مليارات بقى، فانا كده بعمل لهم انتشار. هم ما عندهمش مؤسسه اعلاميه اساسا ليهم، تمام كده، ولا وكاله اعلاميه، هم بينشروا من خلال اليوتيوب، من خلال مواقع انترنت، واحنا طبعا بنبدا ننشرها، فاحنا بنعمل ثقافه خوف، ثقافه ذعر للمجتمع. انا ممكن اعرض في الدول الاوروبيه بيعرضوا، بس بيحطوا مثلا اشارات سوداء على بعض المقاطع، بيقطعوا مقاطع معينه، بيحطوا تنويه ان ده المفروض صغار السن ما يشوفوش. احنا بنعرضه هنا في وسائل الاعلام بكل صراحه وبكل وضوح. فلازم نحط ضوابط مهنيه ان احنا لما نيجي نتناول يا جماعه قضايا ارهابيه او نتناول اي اخبار عن الارهاب، لازم نراعي الاسره، نراعي المشاهد اللي بيتفرج عليها. دي اول توصيه. التوصيه الثانيه، الدراما مهمه جدا. احنا كان عندنا من ضمن محاور المؤتمر التناول الدرامي لقضايا الارهاب. لو قدمت مسلسلات قويه، قدمت افلام قويه تتناول ازاي الارهابي ده بيتم غسيل مخه من وهو شاب عادي لحد ما يوصل لارهابي، تمام، بعمل توعيه حلوه للشباب، وفي نفس الوقت اظهر لهم الجوانب السلبيه اللي هو هيتعرض اليها والسيئه، كل ده هيربط المشاهد عندي، تمام كده، هيبدا يقتنع ان لا، لو هو اتعرض لده في حياته الواقعيه هيبقى عنده ديفنس، هيبقى فاهم لا يا جماعه ده اسلوب بيحاولوا ان هم ياثروا بيه علينا. امراء الجامعات هيبداوا يخافوا شويه، لان مش هيبقى بالنسبه لهم الشباب فريسه سهله. فلازم يبقى عندي تناول درامي جيد، لازم كتاب الدراما يهتموا بالقضيه دي بشكل يعني حازم. تمام، هل في توصيات اخرى اوصى بها المؤتمر ولا دي اهم توصيتين؟ من وجهه نظري ان اهم توصيتين هو وضع استراتيجيه اعلاميه هامه لمكافحه الإرهاب، وتوصيه اخرى لكتاب الدراما الاهتمام بقضيه الارهاب وتناولها بشكل حازم، بس ده من وجهه نظري حاليا. طيب اخيرا دكتوره نسرين، هل نشر ثقافه السلام دوت يعني حلم صعب المنال او الوصول له؟ لا، هو مش حلم صعب المنال ابدا. انا لو ربيت الطفل تربيه سليمه من هو صغير، لو وفرت له كل احتياجاته، لو عملت تامين صحي، تامين اجتماعي كويس بالنسبه له، هتقل المشكلات السياسيه، المشكلات الاقتصاديه عندي، هينشا مواطن صالح، عرفته ايه اللي عليه وايه اللي ليه، السلام فعلا هينتشر عندنا. تمام، في النهايه بنتوجه بالشكر الى الدكتوره نسرين عبد العزيز، مدرس الاعلام السياسي. شكرا لك يا فندم وشرفتني. شكرا جدا لك. شكرا. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا الصباح. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة مستمرة معاكم من الساعة 7 للساعة 10 الصبح إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج وإلى اللقاء.